أهلا وسهلا بكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من مسار مهنتي. هذه الحلقات نحاول أن نستضيف بها بعض الخبراء العرب الذين مروا بخبرة تعديل شهاداتهم أو الحصول على مهنة جديدة. قد تساعد هذه الحلقات شخص ما يريد الهجرة إلى كندا أو بدأ بموضوع الهجرة إلى كندا ويتخير ويسأل نفسه كيف أعدل شهادتي، كيف أبدأ مجال مهنتي، كيف أعمل بهذه المهنة، أنا مهنتي غير مطلوبة في كندا، كيف أستطيع أن أبدأ في مهنة جديدة. هذا هو الهدف من مسار مهنتي، والحمد لله كل اللي استضفناهم كانوا أشخاص ذوي ثقة، أشخاص أعطوا صورة جيدة عن الوظائف والأعمال اللي تكلموا عنها. اليوم سنتكلم عن موضوع قد يكون يمكن معروف للجميع، اللي هو مهنة البروجكت مانجرز أو إدارة المشاريع. هذه المهنة مهمة جدا في كثير من الأمور، والآن بدأ التركيز عليها في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. سنستضيف اليوم معنا ومعكم صديقة كنار تي في، الزميلة والأخت الصديقة الدكتورة دعاء خيري. أهلا وسهلا فيك دعاء. أهلا وسهلا، أهلا دكتور جمال، أهلا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على الجميع إن شاء الله. عيد مبارك علينا وعليك، وإن شاء الله يكون عيد آخر عيد هيك وإحنا سوشيال بيج ديستانس. أيوة إحنا كوفيد. إن شاء الله العيد الجاي يكون علينا بخير وبركة، وعلى الأمة العربية والإسلامية يا رب، وعلى عرفة جميعا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. شعور صعب، شعور صعب السنة كان العيد الحقيقة. طبعا شعور صعب، وتتفرج على الحج العدد قليلة والريستريكشنز، بس what can we say، يعني السيفتي أهم حاجة، وربنا يجيب الخير ويكمل السنة اللطيفة دي على خير يعني. لأن السنة دي الحقيقة جامدة شوية علينا، جامدة جامد يعني. 2020 أتمنى السلامة للجميع يا رب. دكتورة في حاجة بقوله، السنة الكبيسة انا ما شفتش زيها بصراحه، دي اكبر سنه كان انا ما شفتش بصراحه، ولسه شغالين يعني. هي عارف حضرتك يا دكتور كمان المشكله في اثار اللي هتحصل بعدها يعني. صحيح. احنا لو يعني احنا بنفتح مرحله اولى، مرحله تانية، مرحله ثالثه. This is not a big deal. البيج ديل في الايكونومي وفي الخسائر اللي حصلت في الايكونومي يعني. استنى حضرتك وقت سبتمبر وكريسماس، وهتقعد سنة، هتقعد لها شوية يعني، مش it's not an instant brushing out للخسائر والحاجات دي، بالعكس هنعاني منها شوية مع الأسف في جميع المجالات. طبعا دكتورة دعاء انت بتتكلمي من خبرة يعني، مش فقط بالمجال توقعات. خلينا نتعرف عليكي، من هي الدكتورة دعاء؟ اهلا بك. انا اسمي دعاء خيري، انا دكتوراه وام بي اي من انجلترا. تخصصي الاولاني اقتصاد، وميجر ايكونومكس ماينر بوليتيكال ساينس، وبعد كده كملت في مجال الاداره، لانه الاداره بتكمل شويه الاقتصاد، تحس ان هي بتدي صبغه عمليه اكتر للاقتصاد كعلم يعني. أنا project manager، بشتغل مع الحكومة الكندية، بشتغل مع municipal government بقالي سنوات عديدة، وطبعاً certified management consultant PMP و full professor academic، بدرس في الجامعة ما شاء الله كندية. yes. So academically this is academically wise طبعاً يعني خير ما نخترنا اليوم إن شاء الله. أنا شرف بيكو دايما، واتشرف دايما بكنار والناس الافاضل زي حضرتك يعني، يسعدني استضافتي مع حضرتك دايما. الله يخليك. طبعا احنا بهاي المناسبه حابين نذكر الجميع انه احنا في شهر جولاي الان، عم بنتهي من شهر الهيريتج او الثقافه المصريه في مقاطعه انتاريو، ويعني بكره حيكون اخر يوم. للأسف السنة بسبب الكورونا ما استطاعت الجالية المصرية أن تقوم بما تريد، ولكنهم الحمد لله قاموا بأعمال جيدة بحيث أنهم أظهروا هذا عن طريق الأونلاين. اضطرينا، مجبر أخاك لا بطر،
ولكن نوجه من هون رسالة لكل إخواننا المصريين في كل كندا، بنبارك لهم بهذا الشهر، وإن شاء الله رب العالمين نشوف أشهر كمان لكل الدول العربية. دكتورة، حنبدأ الآن بالسؤال الأول، ما هي مهنة البروجكت مانجمنت؟ أنت حكيتي PMB، في ناس بيحكوا PM، شو الفرق بينهم؟ شو هاي المهنة؟ هي يعني حضرتك، أنا كنت سمع حضرتك بتعلق في الأول تقول هي مهنة ابتدت معروفة كتير، أنا مش عارفة، مختلفة شوية في إن هي معروفة. أنا شايفة إنه هي مهنة مش معروفة، أو اللي يعلم بتفاصيلها جيدا مش حاجة، يعني مش حاجة متداولة، ما هياش حاجة أدمن جوب ولا حاجة مثلا الإيميجريشن تقول لك احنا ناقصنا بروجكت مانجرز في المجال ده، ناقصنا بروجكت مانجرز في المجال ده، بخلاف المهاجر البسيط لما بيجي، اول ما بيجي مثلا يقول لك انا ممكن اشتغل في مجال الإدارة، ممكن اشتغل في مجال المحاماة وهكذا. لا، انا بشوف في شوية ميس اندرستاندينج لمعنى البروجكت مانجر ولهذه المهنة، مش معروفة قوي بالقدر اللي نقدر نقول اللي بيوفيها حقها، وده لبعض الأسباب معينة إن فيها لغط. يعني لما حضرتك تبص مثلا على الجوب ديسكريبشنز أو الجوب كولز، الإعلان الوظائف، البروجكت مانجر غالبا بيكون ذو خلفية اقتصادية وإدارية، ولكن لما تبص بقى حضرتك للكواليفيكيشنز بتلاقي برضو في تداخل أو sort of يعني زي ما بنقول interdependency مع المهندسين. فإخواننا السادة المهندسين الانجينيرينج والآي تي دايما بيكون عندنا شوية تداخل، بيكون عندنا نفس level of understanding إلى حد ما. ولذلك تلاقي الـ certified project manager بيكون يعني ممكن يكون مجال خلفية إدارية، ممكن يكون مجال خلفية هندسية، أقرب حاجة لنا المهندسين، لأن المهندسين عادة ما بيروحوا، وأنا هشرح ده بالتفصيل بعد دقيقة، المهندسين عادة ما بيروحوا في فترة من الفترات أو في الأوان الأخيرة شفنا مهندسين يكون إنجينير، بيكون بيشتغل في مواقع معينة في شغل معين، شغله محتاج كثير من التاسكس والحاجات المتعلقة بالبروجكت مانجمنت. فبيروح المهندس، بيروح وهو في الوظيفة on the job، يقعد ياخد سنة MBA أو سنتين MBA وكل الكورسات التابعة للبروجكت مانجمنت ومستبعدها. هتختلف الدكتورة عن الانجينيرينج مانجمنت؟ طبعا هي كل مانجمنت is management is a science. المانجمنت هو علم من علوم الإدارة، ده علم الإدارة، هو في clinical management، في pharmaceutical management، المالتي ديسيبلينري اللي هو الخلط بين علمين ده ما كانش موجود زمان، دي حاجة ابتدت في الأكاديمية تظهر وتبقى على يعني نوعا ما حديثا من 10-12 سنة، ابتدينا لقينا لا ان احنا محتاجين المانجمنت في كل حاجة، محتاجين الليدرشيب في كل حاجة، في حاجات معينة سكيلز معينة it's really needed. انا خليني اقول ايه، يعني انا قلت دلوقتي ان اقرب الناس للبروجكت مانجر المهندسين والخريجي الاداره والحاملي الام بي اي والحاجات دي. خليني ارجع شويه للمسار المهنه نفسها او ازاي التدرج الوظيفي بتاعها. البروجكت مانجر ما بيبتديش بروجكت مانجر، لازم نفرق بين البروجكت مانجر وبين حامل شهاده البي ام بي اللي هي بروجكت مانجمنت بروجرام سيرتيفيكيشن، ولازم نفرق بين المانجمنت كونسلتنت والسيرتيفايد مانجمنت كونسلتنت، يعني هي فيها اكتر من درجه الحقيقه. البروجكت مانجر في حد ذاته هحاول ابسطها بالعربي يعني مدير مشروعات. مدير المشروعات ده ما بيطلعش يبقى مدير مشروعات مره واحده، الكارير باث بتاعه احنا بنبتدي من حاجه اسمها ريسيرشر يعني باحث، بزنس انالست، تدرج بزنس انالست، بنطلع ريسيرشر بزنس انالست، بيبقى في بعد كده يعني بيبقى في احيانا بعض الخلط بالنسبه للوظائف كمان، يعني هنا في كندا تلاقي مثلا بزنس انالست، لو بصيت للجوب ديسكريبشن بتاع البزنس انالست ممكن تلاقيه يتعلق بالاي تي،
وممكن لو بصيت هو هو نفس التايتل جوب تايتل، ممكن تروح على وظيفة تانية جوب تايتل بيزنس اناليست، بتبص عليه بتلاقيه يتعلق بالبلانينج والاستراتيجيك مانجمنت، بالتخطيط والإدارة وإدارة المشروعات. فكل ما يعني كل جوب there's no، مع الأسف هنا عشان كده أنا بقول لك هي خادعة شوية في بعض الحاجات. إنك بتلاقي شوية أنا project manager بس أنا شوية يعني متخصص ناحية الإنجينيرينج، إدارة المشروعات الهندسية في المشروع الهندسي، أنا project manager بس أنا متخصص في إدارة المشروعات التجارية، أنا project manager متخصص في إدارة مشروعات التخطيط وهكذا. فلازم نحط اللاين ده ونشوف أي تخصص. نصيحة لأي حد بيبقى جاي مهاجر، نشوف أي تخصص هو الأقرب ليا وإيه المهم إن أنا أعمله. واضح. طبعا زي ما قلت البيزنس أناليست مثلا بيكون في بينه علاقة وثيقة جدا بين الاي تي بيبل اللي هم التكنولوجي، كاي تي كبزنس اناليست كريسيرشر كبروجكت مانجر، انا باخد المعطيات معينه واتعامل فيها فيري كلوزلي مع الاي تي بيبل. ومن هنا بقى في مسمى وظيفي اسمه بزنس اناليست اي تي، او سيستم بزنس اناليست وبزنس اناليست بتاع الجنرال مانجمنت او الاستراتيجيك مانجمنت، بيتعاونوا مع بعض هاند ان هاند. انا باخد المعطيات دي وبدخلها معاهم وهو بيتعاون معايا في الديفلوبينج او في تصميم الهيكل نفسه، هيكل المشروع. هيكل المشروع بالظبط. ده ككارير باث احنا بنقول عندنا باحث، عندنا بزنس اناليست، عندنا سيستم اناليست 1 سيستم اناليست 2، لغاية لما بنطلع ناخد شهادة معينة اللي هي البي ام بي اللي هي بروجكت مانجمنت، والشهادة دي بتكون موجودة في جامعات وكوليجز كتيرة جدا. الشهادة الأصلية اللي بتمنح لدرجة البي ام بي مدتها من بين سنة ونص وسنتين. هي ماجستير ولا مش ماجستير ولا هي بس؟ مش ماجستير لكن هي بتفضل بعد ما يكون حد أخد ام بي اي، لما اوكي. يكون في يعني بري ريكويزيت لها ان يكون حضرتك معاك ام بي اي. اوكي، لكن في فيوجوالي ما ات ليست افتر بكالوريوس، اتليست افتر ماجستير حضرتك. اوكي، اوكي. لكن الافتر ما بتاخد ماجستير بتبدا في البي ام بي، لكن هي ودي شهاده الاصليه اللي هي سنتين، المفروض تكون سنتين وبتكون معتمده وسيرتيفايد، وتقدر تكمل بعدها تاخد حاجه اسمها بزنس مانجمنت كونسلتنت، سيرتيفايد بزنس مانجمنت كونسلتنت. زي بالظبط في مجال العلوم الاداريه في مجال المحاسبه بيكون حد بياخد السي اف اي، فاحنا بنكمل محاسب كذا كذا لغايه لما ناخد السي اف اي، فهو ده الموجود. لكن حاليا انا بشوف حاجات كتيره جدا مؤسسات بتدي ما يسمى بولت بي ام بي، which انا اي دونت اجري ويز بصراحه، وبحس ان هي يعني بتنقص ناس كتيره جدا حقهم. وانا شخصيا لما باجي في الشغل بعين ناس، بشغل ناس معايا بتشوف الفرق بين الكورس السنتين سيرتيفايد واكريديتد و، وبتشوف الفرق بين البولت كورسز او اللي هم انا بسميهم كويك كورسز. دول في مؤسسات كتيره حتى اونلاين بتعرض البي ام بي كورسز بحوالي 6 شهور تكملها، يعني مدتها 6 شهور. وأما أنا حضرتك قيس بقى على إنك تعمل 6 شهور لسنتين، بتفرق جامد جدا طبعا طبعا. في العلم وفي التنفيذ وفي في البراكتيكال، لأنه سنتين دول بيكون فيها براكتيكال، بيكون فيهم محاضرات، بيكون فيهم يعني كورس كامل متكامل بحيث إنك تبقى سيرتيفايد في الآخر واضح. وبتبقى اكريديتد. في مؤسسات كتيرة جدا بتديها حوالين العالم. أنا سيرتيفايد مانجمنت كونسلتنت فروم سويدن مثلا، من معهد الإدارة في ستوكهولم. البي ام بي بتاعتي من انجلترا، وعديت الخطوه اللي بعدها عملت البيزنس مانجمنت كونسلتنج. عايزه اقول ايه يعني، لما يكون من السويد من انجلترا من كندا كده، لكن في مؤسسات معينه زي البيزنس مانجمنت انستيتيوت، وفي جايد معين للبروجكت مانجمنت، هو ده اللي بيحكم المعيار والكريتيريا اللي كلنا بنشتغل عليها. واضح. في حاجات معينه، تفريعات معينة حضرتك يعني، أو زي ما تقول تحديثات وتفريعات وعلوم
زي علم الإدارة مثلا، ما في إدارة تسويق، إدارة إدارة مالية. فبرضو البروجكت مانجمنت بيكون فيه حاجات زي إدارة بروجكت مانجمنت، مثلا في سيكس سيجما مثلا، في البلاك بيلت، في يعني في كورسات تانية بتختص بالأجايل، المشروعات الأجايل، يعني إيه الحاجات دي؟ الحاجات دي كلها أنا طب حبة حبة علينا يا دكتورة، ما أنا حبة مش عايز أرفض السادة المستمعين، بس أنا بعرف بلاك بيلت في التايكواندو وفي الكاراتيه، لا بس التايكواندو لا أنا عايز أقول إيه، يعني أنا عايز بس أقول إن في تفريعات تانية وبيتاخد فيها شهادات صغيرة زي البروفيشنال ديفلوبمنت. بيرفكت. عشان يعني خليني بس أقول حاجة بسيطة عشان أسهلها قوي. البروجكت مانجمنت هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن علم إدارة المشروع، هدير المشروع من اول، اعمل له جدول، اعمل له تايم لاينز، ايه هي المهام اللي في المشروع، ايه هي المده الزمنيه المفروض تخلص فيها كل تاسك في المشروع من اول ما المشروع يبتدي. في وفاينانشال؟ لا لا مش فاينانشال، كل حاجه. ده هو انت حضرتك بتدخل تعمل يعني تعمل دايجنوستس للمشروع، استراتيجيك، فاينانشال، هيومن ريسورسز، اي تي، ماركتنج، كل جوانب المشروع، وكل جانب فيهم بيبقى المشروع له دورة، دورة حياة المشروع اللي هي السايكل، بروجكت سايكل، بتبدأ من ان احنا بنشيت المشروع، نبدأ نخطط للمشروع، اكتيفيت المشروع، ننفذ المشروع، وبعدين نشوف نتائج المشروع مطابقة للي احنا كنا يعني للأوبجكتيفز او للأهداف اللي كنا حاطينها رسمينها، ولا نبتدي ناخد كوركتيف ميجرز ونصلح ما يعني ما اخطأنا فيه او ما حدث تنفيذه. طب خلينا نحكي اول شيء عن المشروع، لانه احنا حكينا عن إدارة المشروع. ايش هو تعريف المشروع؟ يعني مثلا انا بدي افتح عيادة، هل هذا مشروع؟ بدي افتح شركة فارماسوتيكال، هل هذا مشروع؟ برضو ال وظيفة إدارة المشاريع او بروجكت مانجمنت بيساعدني فيه. بدي اعمل مشروع شوارع، طرق، مش شرط هندسي، يعني انا بديش اركز على موضوع هندسي. كل بزنس حضرتك عايز تفتحه هو مشروع، كل ده مش كل بزنس بس، ده مش يعني كل ستارت اب عايز تفتحها، كل بزنس حضرتك ناوي تفتحه فروم سكراتش من الزيرو تقدر تعتبره مشروع. كل مشروع قائم بالفعل، لو عند حضرتك مشروع بقاله 10 سنين وجالك مشكله فيه، فبنكون مجموعه صغيره، هذه المجموعة بتدير حل المشكلة. يعني أنا ممكن أعرف المشروع بأنه هو المشروع هدفه حل مشكلة، أنا مدير مشروع لهذا المشروع حل المشكلة، أنا مدير مشروع هدفي أعمل improvement أو تحسين في ربحية أو إنتاجية مؤسسة قائمة وبتعمل في السوق بقالها 10 سنين، ده مشروع. طالما في يعني طالما في نقط from A to Z في المشروع، وفي مجموعة من التاسكس أو الأكتيفيتيز أو الحاجات اللي المفروض تتعمل وتتنفذ في وقت معين وفقا لأهداف معينة بمعايير معينة، فده مشروع واضح. ومعناها هاي الوظيفة يعني شائكة، لأنه أنت بدك تدخل في مالتي تاسك، مش بس مواضيع هندسيه بس، ممكن تدخل في مواضيع. هي بالعكس هي تبعد عن الهندسه، هي مش شرط هندسه، انا بس اديت الهندسه في الاول كمثال حضرتك يا دكتور، لان هي اقرب يعني شيء. يعني انا مثلا ممكن اكون بشتغل في فارماسي، وانا بعمل في بروجكت في هذه الصيدليه فانا بشتغل فيها، في بروجكت في شركه بترول انا بشتغل فيها، ملوش يعني هو بس المهندسين قريبين قوي للبروجكت مانجمنت ليه او قريبين لهذه المهنه، لانه الهندسه بطبيعتها بيكون في هنجيب العمال، هنسلم المكان دوت، المبنى اللي بنبنيه في الوقت المعين، يعني بيكون في جدول ما بنسميه اسمه بروجكت سكادول، اكتيفيتيز وتاسكس معينه، وفي نقط كنترول معينه ونقط كواليتي، فهم اقرب الناس الى استخدام البروجكت مانجمنت. البروجكت مانجرز يعني انا ممكن السنه دي اشتغل مع ناس بيعملوا بروجكت على فاينانس، السنه الجايه مع ناس فارماسيوتيكال، السنه اللي بعدها في مستشفى، اللي بعدها مع مهندسين عمال بناء. البروجكت مانجمنت الحقيقه هي مهنه مطلوبه جدا، على قد ما هي مطلوبه على قد ما هي متشعبه على قد ما هي مالتي ديسيبلينري،
انا ممكن اروح اشتغل كمان، يعني انا ممكن اعمل بروجكت مانجمنت مثلا في جهة بتعمل ضرائب مثلا، محاسبين وبيعملوا ضرائب، انا لا افقه شيء في الحسابات ولا في الضرائب ولا في ولا اعرف، لكن في نفس الوقت انا ممكن اعرض خدماتي، لان هي الخطوات واحده، الاستراكشر واحد، الستبس واحده، وقت ما باجي لحاجه متخصصه في التحليل هم اللي بيفيدوني فيها. فهو يعني هي يعني هي زي ما تقول حاجه جينيريك، وي كان ابلاي فور ايتش حاجه، لكن فور ايتش بروجكت، لكن لما البروجكت بيكون متخصص قوي there's no need and I don't have to know finance كويس، I don't have to ابقى صيدليه عشان ادير المشروع ده، لا انا ممكن ادخل اديره و تاسك معينه من التاسكس لو هي في متخصصه جدا اسندها الى صيدلي. يا ترى جاوبت كده على سؤال حضرتك؟ يس واضح كتير. طيب اذا هي من الوظائف المطلوبه في كندا ويمكن حول العالم زي ما حكيت جدا. اوكي هي مطلوبة لكن فيها خلط، بحيث انه لما بتدخل، يعني انا زمان لما كنت جاية بالدكتوراه بتاعتي من انجلترا وبحاول ادور على هذه الوظيفة، فكنت ادخل الاقي ايه بزنس اناليست، بروجكت مانجمنت، مش عارفة ايه، الاقيه في مشروع حاجة تانية خالص، يعني الاقي المسمى نفسه هو اللي متلخبط، الجوب تايتل بعض الاحيان بيكون في لغط في الجوب تايتل، ولكنها وظيفة هامة جدا ولازم ناخدها ندرسها بالتدريج وندرس جميع فروعها، مش شرط تكمل كل فروعها، مش شرط الناس تبقى certified management consultant، لكن كل يعني لازم نبقى عارفين ان كل مرحلة في مراحل الدراسة كل شهادة بتؤهل لحاجة معينة. ممكن اكون اقف عند مرحلة معينة وابقى بس project coordinator، ممكن ابقى project scheduler، ممكن اقف وابقى business analyst، ولو كملت هو ده بيفرق. طب دكتورة هذه الكورسات، يعني خلينا نرجع شوية لباك قبل الوظيفة عشان ندرس هاي الكورسات، هل هي مكلفة في كندا للشخص اللي جاي على كندا؟ هل هي مكلفة وزي ما انت حكيتي سنتين بس، هل كل الجامعات بتقدمها ولا لا؟ كل الجامعات تقريبا بتقدمها، بس في جامعة تكون سبيشاليزد أكتر من الثانية، وفي كمان الكليات والكوليجز اللي هم البرايفت كارير كوليجز الصغيرين بيقدموها، وانا في الحقيقه ما بنصحش بيهم، يعني انا في حاجات بيبقى كورسات 6 شهور 5 شهور، دي this is nothing وما بتتاخدش، اي ريكروتر بيبص عليها ما بتتاخدش، ما بالك بقى في كمان ده كمان في اونلاين، يعني في حد ممكن يصحى الصبح يقرر ان هو I'm gonna offer project management course واجيب الجايد وابتدي اشتغل منه، ومعلش انا اسفة خلي انا القطة عايزة تحضر معانا بتعايد عليكو. حضرتك سمعني؟ الو سامعك سامعك. طيب انا اسفة جدا بعد ذلك. No worries. يعني كورسات اللي هي بتبقى أسبوعين ثلاثة أونلاين كورسز مش عارفة إيه، لو ما كانتش من جهة معتمدة وحتاخد certified يعني it's a certified project manager it's a certificate، أرجوكم بلاش تضيعوا فلوسكم فيها. أولا هي مش رخيصة، هي شهادة غالية، بيتراوح على حسب أجان، يعني السعر بتاعها بيكون زي سعر الام بي اي بالظبط، زي سعر الماسترز، ده لو حضرتك هتدرسها في جامعه معترف بيها وبتدي شهاده، الكورس اللي هو بيبدا من سنتين، السنتين از ا بيز اوف ذا كورس، ده يعني بدايه الكورس، وممكن بقى بعد كده تبدا تاخد شويه انهانسمنتس عليه او كورسات تانية، فاما تخلصه ممكن اوبشنال تزود او ما تزودش، عشان كده انا بقول الجامعه اوبشن كويس. الكوليجز زي سنتينيال وجورج براون وسينيكا والحاجات دي كلها these are okay. ننزل بقى للبرايفت كارير كوليجز والكورسات اللي اونلاين، ارجوكم يعني الانتقاء فيها، لان ممكن يقول لك انا حدي بروجكت مانجمنت اونلاين ب1500 مثلا، تكلفتها $1,500، حضرتك بص للكوريكولم، وانا يعني كنت بشارك في وضع الكوريكولم ديفلوبمنت والمنهج بتاعهم، ببص على المناهج، يعني حرام حرام، it's not worth the money، I'd rather it's not worth
تمام. بس هي موجودة ومعترف بيها، وكمان الحكومة الكندية ممكن تساعد في تمويلها. تمويل الدراسة. طبعا في تمويل الدراسة يعني كتير، عن طريق الأوساب وعن طريق كورسات في سينيكا كوليدج وجورج براون، they have the same thing. فاللي ناوي فعلا يلجأ للمصادر المعترف بيها يعني. طب خلينا نحكي عن المهنة الآن. حكيتي لنا أنت عرفت المهنة وفهمتينا شو هي المهنة تقريبا من دون البلاك بيلت، هذا اللي معرفناه شو هو. البلاك بيلت ده نوع من أنواع ال في عجالة كده. إحنا عندنا البروجكت مانجمنت، إحنا بندير المشروع بهدف إيه؟ هدف الربحية وهدف تحسين الأداء مثلا. أوكي، بسرعة جدا. تحسين الأداء اللي هو بزنس بروسيس امبروفمنت، بحاول أحسن البروسيس امبروفمنت. من قلب الطرق دي بيكون في يعني بيكون في زي ايه، اساليب وتقنيات وتولز لتحسين الاداء. اوكي، فمن ضمنها البلاك بيلت اللي هو بنعمل حاجه اسمها ري انجينيرنج للمؤسسه. يعني انا ممكن حضرتك تبعتني لشركتك، اوكي، اقول انا داخله كدعاء كمانجمنت كونسلتنت، ابتدي اشخص زي الدكتور، ادي الفاينانس وادي، انا بعمل كده بالظبط، باخد الدوكيمنت وباخد الشركه وببتدي اقسمها، ده الماركتنج، ده الفاينانس، ده الاي تي، ده السبلايرز والحاجات دي، وابدا اشوف ازاي هعمل ري انجينيرنج، يعني هطور الشركه اقلبها راسا على عقب، واضح، بحيث ان انا احسن عمليه البروسيس، احسن الاداء، اعمل بزنس بروسيس امبروفمنت. البلاك واضح. بيلت ده نوع من انواع الشهادات او نوع من انواع الطرق التولز اللي بنستعملها في السيستم ري انجينيرنج او البيزنس بروسيس ري انجينيرنج. بس كده، حلو كده، حلو حلو. انا علشان يعني ما هو حدش موضوع يقول لك سخيف انه على بتلعبوا فكره. كرة. لا هو موضوع سخيف يعني، اللي مش انترستد فيه في الريسيرش والحاجات دي، انا دايما بقول انا السيده اللي بتشتغل حاجات اللي فيري بورينج. يعني انا بعمل حاجات بورينج جدا يعني، سخيف، اللي مش انترستد في يعني ما يحبوش. هذا السؤال القادم، هذا السؤال، ايش حسنات هذه المهنه وبنفس الوقت ايش مساوئها او سيئاتها او صعوباتها؟ خلينا نحكي حسناتها. انا بحبها طبعا جدا لان هي يعني مهنتي المفضله. حسناتها ان هي بتخلي حضرتك على طول ايدك في الماركت وفي السوق، بتخلي حضرتك عندك كونتاكت مع، بتفتح مجال واسع جدا للنتورك. لانه زي ما قلت لحضرتك، انا ممكن النهارده اكون بعمل مشروع بتاع سمول بيزنس بتاع محل ورد، وبكره اكون بشتغل مع شركه عالميه للبترول. انا عندي اختلاط بده وبده، بتوسع المدارك وبتوسع المعلومات وبتوسع دائره العلاقات. وطبعا لما بتفرح لما بتلاقي المشروع جاب، يعني لما حد بينده لي ويقول لي تعالي عايزين نحسن البروفيتابيليتي بتاعه المؤسسه دي في خلال السنه الجايه، وبعدين الاقي ان انا عملت حاجات وجابت نتيجه، اكيد انا طبعا ببسط يعني جدا. واي حد في الدنيا بيكون الاتشيفمنت، احساس بالاتشيفمنت نفسه والساتسفاكشن بتكون كويسه. أنا شعرت برضو في حسن يا دكتور من الكلام اللي بتحكيه، إنك بتعلم على شغلات جديدة. يعني أنت بتحكي ممكن تشتغل من small business لbig scale، من medical لتكنولوجي. yes، حضرتك بتتعلم حاجات وبتطبق الحاجات، يعني هو البيزكس واحدة حضرتك بتطبقها، الجوي بتاعها انك بتطبقها في مجالات مختلفه. فلما اجي انا مع واحد صيدلي مثلا، وانا مش تخصصي الصيدله، لكن انا باخد منه المعلومات وببتدي اسال وببتدي اختلط واشتغل معاه، نتيجه الشغل ده، ايوه طبعا بطلع بمعلومات، ما بطلعش بمعلومات اكسبرت صيدله، لكن بتفيدني في حاجات تانية، قد تفيد في حاجات تانية، عارف حضرتك. فطبعا لا، هايل يعني، انا شايفه ان هي ده نتوركينج ومجال خبره واسعه جدا، والناس وكونتاكت يعني كونتاكت كتيره جدا طبعا على جميع المستويات. يعني حضرتك بتشتغل من سمول اند ميديوم فيرمز لغايه المالتي ناشونالز لغايه الفلوريست اللي على ناصيه الشارع، الناس كلها يعني. yep. فدي حاجه من ضمن الحاجات المساوئ. طبعا من ضمن الحسنات برضو
ان هي بتعلمني يعني هي بتنطبق على البني ادم نفسه بان هو بيبقى عنده برايورتيز اولويات، لان احنا بنعمل بروجكت سكادولز كتيره، فبتعلمني برايورتيز، بتعلمني اولويات، بتعلمني ازاي احط يعني ايه احط ده هدف، وبعدين طب واحد اتنين تلاته انهين اللي اهم وانهين اللي هيتنفذ دلوقتي، والتايم مانجمنت دي حاجه مهمه جدا، واي بروجكت مانجمنت اتس امبورتنت جدا ان هو يعرف يلعب بالموضوع ده، يعرف يبقى ماسترنج التايم مانجمنت. اتس ريفلكتنج عليك وعلى الفاميلي تبعتك، غير الفاميلي غير البالانس بتاع اللايف، بس كمان في شغلي يعني حتى ممكن يكون عندي 3 4 مشروعات، طب بس انا لازم ابقى عارفه كويس قوي انا مين اللي هديله البرايورتي دلوقتي واخلصه، ده الجزئيه دي عايزه، لانه بحياتك بتلاقي حاجات كتيره جدا عليك، يعني بتوه في الزحمه، يو هاف تو دو ذا تايم مانجمنت. فاحنا لانه اي بي البروجكت مانجمنت ان احنا نعمل بروجكت سكادول، السكادول ده يعني جدول موجود في 1 2 3 4 دي التاسكس اللي هنعملها، ودول الديدلاينز المفروض التاسك دي تخلص فيها. فبالتالي بينطبق على شغلنا في الحاجات التانية. من المساوئ بقى للمهنة انه حضرتك الناس بتخلص شهاداتها مش بتلاقي شغل كتير في كندا، حل اي حاجة من الحاجات. It's very very risky. يعني مش very risky انك تلاقي الشغل، بس ما يعني مش معلن عنهم كتير. الشغلات مش معلنة عنها كتير مع الأسف، مفيش job vacancies. بيختلف حسب المستوى، أي مستوى يعني، ممكن يكون في مثلا researcher مفيش شغل، business analyst فيه، ممكن يكون مثلا السنة دي في كندا الاقتصاد الـ IT sector booming، مجال قطاع التكنولوجيا والـ IT booming منتعش، فيبقوا محتاجين كتير قوي business analyst و system analyst و developers، فنشغل نعمل مشروعات جديدة فيكون الطلب كتير على المهنة. لكن في وقت تاني ممكن يحصل ركود أو كساد في المهنة دي، فمش بيكون كويس. وطبعا مرتبطة كتير بالسوق، مرتبطة بالسوق up and down، مرتبطة بالمشروعات. حتى في الجوفرمنت، حتى في الجوفرمنت يعني المير مثلا يدخل يقول عندنا الأهداف دي ودي ودي، بقى عليها بروجكتس قائمة، هدف من الأهداف اتشال، فالبروجكتس كلها بتنزل معاه. وطبعا السالاريز بقى، يعني السالاريز دي هي this is another issue. It is another issue مرتبطة. It's not the best paid في مستوى معين. طبعا الرانكينج بتاع يعني it's different، يعني الريسيرشر غير البزنس اناليست غير البروجكت مانجر غير لما تبقى سيرتيفايد، ليها رانكينج معينة. ما هياش مساوية لسه ما هو ما يجب يعني أن يكون. بيكون في فارق كبير جدا، يعني حضرتك لو مسكت الجوب سيرش انجينز بتاعت الوظائف هتلاقي وظيفة بروجكت مانجر بتديلك 30K في السنة، وهتلاقي وظيفة تانية اسمها بروجكت مانجر بتديلك 70K في السنة. اوكي، فرق كبير بالضبط، في discrepancy. ده بيختلف عما اذا كانت government private sector، what type of industry. احنا قلنا البروجكت مانجمنت بيدخل في industries كتيره، ففي industries معينه تلاقي البروجكت مانجمنت فيها paid very low very low، وفي industries ثانيه تلاقيها booming. بتختلف برضو على حسب الوقت، يعني الاي تي من كام سنه كانت بومينج، فكان البروجكت مانجر في الاي تي بياخد احسن من الطبيب الدكتور، الطبيب البشري ميديكال. لكن دلوقتي لا، الامور مش كده. ففي بتتاثر، هي مهنه بتتاثر بالوقت وبتتاثر بكان برايفت سيكتور او جوفرمنت. طب دكتورة، أنا سريعا بدي أطلع على بعض التعليقات. بقول لك الأستاذ محمد كل عام وانت بخير، وكل عام وانت بخير، وأهلا سهلا بالدكتورة دعاء. أهلا حضرتك، وكل عام حضرتك بخير والأسرة الكريمة. كان حب يكون، لأنه الموضوع هو هذا، قلت له لا خلي الدكتورة دعاء تعرف تجاوب على أسئلة. لا إزاي، لا ده أنا يشرفني طبعا. يا ريت، مفتقدينك يا أستاذ محمد. مروة بتقول لك إزايكم يا حلوين، أهلا وسهلا فيك يا مروة. دي مروة جمال، أهلا يا مروة. مروة جمال، كل سنة وأنتم طيبين.
عاطف بيحكي وإذا ما تحسن. عاطف شحرور أهلا وسهلا فيك، من المتابعين بنفتخر فيهم. بيحكي إذا الماركت، أعتقد قصده على الماركت I think. أوكي. وإذا الماركت ما تحسن شو بيصير في المهنة؟ يعني هل في مجال إنه يعمل شيء ثاني؟ لا، هي موجودة، المهنة موجودة، المهنة ما بتختفيش. الماركت يتحسن ما يتحسنش، إحنا محتاجين يعني project managers موجودين على جميع، بس اللي بيتأثر بيها نوعية المشاريع. يعني نوعية المشروع اللي حضرتك بتعمله، في مشروع النهاردة ممكن يكون له أولوية كبيرة في الاقتصاد فأحط له فند كبير، وبالتالي الناس اللي عاملة فيه تكون يعني تكون على قدم وساق، ويكون ده الصورة اللي عايزة أبرزها. وفي مشروع تاني هو شغال برضو، لكن بيكون في آخر القائمة، في ذيل قائمة الأولويات بتاعتنا. ده سواء إيكونومي، سواء شركة، سواء حكومة، نفس الترتيب ده بيحصل. المهنة موجودة وكل حاجة. يعني لو حضرتك حابب تمتحن المهنة، أنا على أتم الاستعداد إن أنا أساعد يعني وأقول لك الخطوات وأرشدك للمؤسسات وأي حد. طبعاً أنا يعني أنا تحت أمرك، وأقول خبرتي شكرا. وأقول المصادر المعلومات طبعاً. شكراً. في طبيب أسنان اسمه محمد I think، مساء الخير، عيدكم مبارك. عندي سؤال معقد، أنا طبيب أسنان ما أعتقدش له بالهذا، وأنا حابب أشتغل في مجال الشركات الطبية وشركات طب الأسنان، ما هي الشهادات اللي ممكن تساعدني دخول هذه المجال والاستفادة من شهادة طب الأسنان والخبرة فيها وأستفيد منها؟ هل هذه الشهادات مفيدة في المجال الطبي؟ بعرف إذا عندك سؤال إجابة. أنا حقول حضرتك حاجة بسرعة يا محمد، حضرتك طبيب أسنان وأنا عائلتي أطباء وصيادلة، فيعني بسرعة جدا إنك لازم تيجي هنا هتعادل شهادتك الطب الأسنان، لازم يكون في معادلة لمدة سنتين أو امتحانين يعني مرة مكان، وبتبدأ بقى تسيك يعني المجال اللي انت فيه. ربط مهنة تان بالبروجكت، نوعية من العلوم المتداخلة أو اللي بنسميها مالتي ديسيبلينري، بتتزايد في الأونة الأخيرة في الكام سنة اللي فاتوا، وأرشح لحضرتك منهم الكلينيكال مانجمنت، أو شوف حاجة مشابهة في مجال الدنتستري مانجمنت. أكيد فيه، أنا متأكدة أن فيه، لأن أنا شفت باثولوجي، شفت في جميع تخصصات الطب والصيدلة والطب البيطري بيربطوهم بالإدارة بطريقة مختلفة. لو عايز تتواصل، تواصل مع جامعة رايرسون، هي يعني فيها الكومبو ده، أنا متهيألي أن كنت شفت كورسات هناك فيها، وبالتوفيق إن شاء الله. وباي ذا واي، إحنا عملنا حلقة كاملة عن معادلة طب الأسنان في كندا. هذا كان معنا طبيب عادل شهادة أسنانه حديثا، وحكينا عن كل الباث والأسعار، وممكن ترجع لها، موجودة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك تبع القناة. عاطف بيسأل سؤال مهم، بقول أنت كوظيفة في إدارة مشاريع، هل حدث معك، مش عارف ليش عم بطلع على الشاشة، بس هل حدث معك انه فشل المشروع او لم تستطيع تحسين البزنس؟ حصل انه مش فشل المشروع حضرتك، هو تأجل تنفيذه. يعني سمعني دكتورة؟ انا سمع حضرتك سمعني دكتور جمال، حضرتك سمعني الو، حضرتك سمعني يا دكتور؟ الو سمعني كده؟ طيب اوكي، فهو حصل تأجيل للمشروع، مش فشل، لانه المشروعات yes. المشروعات في بعض الأحيان بتؤجل بسبب ضيق الموارد، سواء الكلام ده كان في البرايفت أو في الحكومة. يا دكتور، سامعك تفضلي. أنا بتكلم، مش عارفة سامعني ولا لأ. أوكي، فالمشروعات بقول لحضرتك إن هي بيحصل، سامعينك، حصل لي فيها تأجيل، سامعك. تأجيل مش فشل،
تأجيل بسبب أو توقف للمشروع تأجيل أو توقف للمشروع بسبب الموارد. بعض المشروعات بتتطلب موارد كتيرة ما بتكونش موجودة في ميزانية الشركة أو في ميزانية الدولة، ولذلك اللي بيدخل يعمل مشروع من الأول لازم يحط cost benefit analysis دراسة جدوى، ولازم يحط بعض التركيبات الفاينانشلي معينة ونشوف الريسورسز والموارد اللي هنستعملها. طبعا احنا بنبدأ المشروع وفي الآخر ممكن نقف في النص بسبب بعض العقبات أو بسبب حاجات unexpected، وغالبا غالبا احنا بنحط حاجة اسمها risk analysis يعني دراسة مخاطر من أول المشروع، بحيث ان احنا نعرف اذا كان في يعني انا بقول ايه المخاطر المتوقعة ايه 1 2 3، دي كلها بتكون افتراضات يعني estimates، المخاطر 1 2 3 وازاي اقدر اتغلب عليها لو جات لي وانا في قلب المشروع. والتوفيق على الله. اكون كده جاوبت السؤال اعتقد. تمام، اللي بعده بقى ممكن أسماء الجامعات وأفضل البرامج التي تدرس. يعني ممكن حضرتك تواصلي معايا، بس هو في حاجات كتيرة ما أقدرش أرشح حاجة عن حاجة، بس الجامعات يعني روحي رايرسون يونيفرسيتي أوف تورونتو، دول أهم حاجة بيكون فيهم المالتي ديسيبليني وبيكون فيهم البروجكت مانجمنت، لكن بالتعاون مع البروجكت مانجمنت انستيتيوت طبعا والبروجكت مانجر شابترز. نسيت أقول إن إحنا طبعا أعضاء أو أنا عضو في البروجكت مانجمنت انستيتيوت، وده بيكون معهد له شابترز أو زي فروع في جميع أنحاء العالم، يعني في ناس في سيتي أوف تورونتو، في ناس في سيتي أوف أوتوا. النتوركينج في المجال ده مهم قوي، هيجيب لك وظايف وهيعرفك الكورس اللي انت تاخديه تاني. حضرتك سامعني يا دكتور جمال ولا انا بتكلم؟ سامعني؟ طيب اوكي اجاوب اكمل. انت مش صوتك مش طالع. اوكي ممكن اسماء الجامعات قلنا ده غطينا ده. اوكي في سؤال، أسماء الجامعات وأفضل البرامج اللي بتدرس. أنا قلت السؤال ده حضرتك سمعته ولا لأ؟ أنا قلت إن هو University of Toronto ورايرسون، ويتشيك مع اللوكال بروجكت مانجمنت سيركلز او فورمز او تشابترز، ولو في حد يتواصل معايا انا تحت امركم. الاستاذ اللي بيقول الضيفه كفء جدا، اشكر حضرتك جدا على مجاملتك الرقيقه، وطبعا ليله العيد يعني انا حبيت اقول كل سنه وانتم طيبين، وانا تحت امركم في اي وقت تاني ممكن نتواصل وممكن اي معلومه ما بخلش بيها. لا، الدراسة الـ PMB ما تغنيش عن الدراسة الجامعية. السؤال بيقول هل تغني عن الدراسة الجامعية PMB؟ لا ما بتغنيش، لأنه الـ prerequisite ليها بيكون على الأقل في بعض الأحيان ماسترز ديجري. دكتور جمال حضرتك أنا فقدت الصوت ولا أنا عمال أقرأ الأسئلة وإيه؟ ألو؟ أنا سامع كل سامع بس في لاب في يعني في لاج في التايم. طب اتفضل حضرتك قول بقى السؤال اللي بعده، انا مش عارفه. اوكي الو. طيب انا جاوبت السؤال، ما اعرفش اتقطعنا ولا ايه. دكتور جمال يبدو ان في انا رجعت لك. اهلا وسهلا. ايوه انا حقيقه قعدت اقرا سؤالين ثلاثه لاني مش عارفه حضرتك سامع ولا هل هذه ممتاز، كنا سامعينك. كنا فيري جود. طيب الحمد لله. في سؤال سريع، هل هذه المهنة تحتاج إلى نقابة؟ نقابة لا. هل هناك نقابة؟ لا ما فيش نقابة، بس في academic accredited institution to accredit your certificate.
زي مثلا في Association of MBAs اللي هي انا عضو فيها، في تشابترز بتاعت البامبوك بتاعت البروجكت مانجرز، لكن مش ما هياش نقابه ولا باشتراك ولا حاجه، دي كلها حاجات حضرتك ليك حريه مطلق الحريه تحب تشترك، ويعني لانه الاشتراك بيكون يعني بيكون في محاضرات، بيكون في مزايا تانية، انك بتعمل نتوركينج ايفنتس وبتستفيد وبتتعرف على ناس وبيجي شغل عن طريقها، لكن ما فيش نقابه. لا الاجابه السريعه ما فيش نقابه في accredited institute، وما هيش باشتراك، يعني you don't have to go like النقابة. حضرتك معايا؟ انا مش شايفة قوي برضو. لا مش سامعاك يا دكتور. دكتور جمال واضح. انا تقطع كده. اوكي معلش انا رجعت لك مره ثانيه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اوكي كان في مشكله في الانترنت. I don't know what happened. I tried to solve. الحمد طيب. لله. انت كنت سامعينك؟ كنا وانا سامعك من الجهاز. طيب طيب انت حكيتي لي ما في accreditation صح؟ ما في شيء accreditation بس ما فيش نقابه ولا في حاجه اسمها يونيون. احنا لازم نفرق بين اتحاد يونيون نقابه واكريديتد. لا الشهاده ليها accredited association بس تشترك فيها وكده. يو كان يو كان نوت، ما هو هو اوبشنال، ما هوش امر اختياري ما هوش اجباري. في سؤال الاخير اللي يمكن بعض الناس دائما بتساله، كيبيك وباقي المقاطعات، هل البي ام اللي بيشتغل في انتاريو بيقدر يشتغل في كيبيك ولا لا؟ ايوه طبعا حضرتك بتقدر طالما معاك سيرتيفايد في جميع انحاء العالم. انا عندي شهاده من شهاداتي المانجمنت كونسلتنت من ستوكهولم في السويد. فطالما احنا بيلونج تو ذا سيم سيركل وتو ذا سيم اكريديتد، لو عشان كده انا قلت لكم ايه يا جماعه في الاول، الشهاده لو اكريديتد هتشتغل بيها في كل العالم، هتشتغل في السعوديه في الفلبين في هنا في هنا، ذاتس فاين، ولا تحتاج لمعادله لان هي مش شهاده 4 سنوات. ما هي الشهاده يعني ده هي شهاده بتدخل في اطار البروفيشنال اور كارير ديفلوبمنت، خلينا نقولها كده، يعني حاجه اكتر يعني مور مو اكتر يعني اقدر اقول ايه مور فاين، يعني زي ما تكون ماجستير ودكتوراه، فخلينا نقول دي مثلا دكتوراه، ما هياش حاجه لاربع سنوات تاخدها وتكمل شهاده. لا واضح. ومعلومه ثانيه كمان اللي هو يعني كتير قوي من الناس، بعد اذن حضرتك يا دكتور، كتير قوي من الناس بتبقى عايزه تيجي تهاجر علشان على اساس ان هي تعمل تدرس، يكون في يعني سبيل الهجره هو الدراسه، تمام؟ فأنا يعني على البورد بتاع كذا مؤسسة بنحاول يعني اللي بنجيب طلاب شهادة الـ PMP مش من الشهادات إن الحكومة الكندية هتخليكوا تيجوا تدرسوها 4 سنين 5 سنين عشان تؤهلك لإنك تحصل على PR بعد كده. في حالة إذا كان هدف حضرتك الهجرة ومحتاج شهادة دراسية يعني ومحتاج مثلا مكان تدرس فيه، أفضل أو أرشح لحضرتك كورسات المانجمنت أو الفاينانس أو الأكاونتينج اللي هي 3 لـ4 سنين مدتها. واضح. ده لأن دي بتكون في الكارير، بتكون يعني زي بكالوريوس زي حتى دبلومة حتى سيرتيفيكت، بس بتكون المدة 3 سنين بحيث إن بعد كده تقدر تقدم على بي آر. لأن أنا بيجي لي السؤال ده الحقيقة كتير وبيجي لي ناس كتيرة جدا عايزة ده كطريق للهجرة. دكتورة في أيهم بطلب إيميلك، بعرفش إذا بعد ما تخلص اللقاء تقدر تتواصلي معه وتعطي الإيميل. أكيد طبعا أيهم. طيب أنا ممكن دلوقتي حالا أقوله على الهواء بعد إذنك لو حد تاني محتاجه. طبعا It's Dr. دعاء محسن DrDoaAMohsen @gmail.com وحكتبه تحت رابط الحلقة أكيد مع حضرتك. شرفني أنا تحت أمرك. أه
في سؤال بس I don't think إنه مرتبط بالحلقة. بحكي أنا عندي، أنا وعائلتي فيزا سياحية وعندي جنسية بلجيكية، كيف أحصل على الإقامة؟ سوري، لأنه هذا مش مرتبط. والأستاذ دكتورة دعاء مش مستشارة هجرة، فيعني أعذرنا يا فات، أعذرينا يا فاتن، فما حنقدر نجاوب. في عنا برنامج عن الهجرة ممكن تسألي فيه، في مستشار هجرة بنستضيفه كل يوم جمعة الساعة 5 بتوقيت أوتوا، الساعة 12 بتوقيت مكة المكرمة. دكتورة دعاء، يعني وفيت وكفيتي، أطلنا عليك، نشكرك جزيلا، كل عام وأنت بخير. بعطيك آخر دقائق إذا بتحبي تحكي أي شيء للجمهور. عايزة أشكر حضرتك طبعا والإدارة كنار تي في على استضافتي، دايما سعيدة وبتواجدي معاكم ويشرفني في كل وقت، يعني أنا تحت أمركم وتحت أمر السادة المستمعين، أي سؤال أي مساعدة أنا ما بتأخرش خالص على الكوميونتي، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. واللي حابب يسلك مهنة إدارة المشروعات go ahead, good luck, it's worth it، بس لازم تكون حبيبها، مش لازم تكون يعني you want this to practice it، مش أنا داخلها علشان دي مهنة هتديني فلوس كتير ولا عشان no، لأن هي مهنة مش لطيفة، هي يعني مش لطيفة، مش عايز أقولك مش لطيفة، يعني هي مش سهلة، مش حاجة، مش piece of cake، يعني مش بتاعت أي حد يدخلها. يعني أنا ممكن تقولي اشتغلي مثلا فاينانس، أقولك لا دي مش بتاعتي، مش تخصصي. فلازم تكون أنت حابب الموضوع، وواحدة واحدة وبالتوفيق إن شاء الله، go to the right resources and right sources of information، وبالتوفيق. وطبعا للجميع كل عام وحضراتكم بألف خير وسعادة يا رب، وعيد سعيد، عيد أضحى سعيد عليكم جميعا، وإن شاء الله سالمين غانمين، ما يكونش في كورونا العيد الجاي إن شاء الله. دكتور، سؤال سريع في النهاية، الخبرة الكندية Canadian experience هل مطلوبة بالنسبة للمهنة دي؟ يب. الخبرة الكندية مطلوبة في كل حاجة، هي تشيكن ولا الأج؟ احنا دايما بنقول تشيكن ولا الأج. الخبرة الكندية طبعا مطلوبة، واللي هيبدأ مش هيبدأ project manager، اللي هيبدأ researcher، ويتدرج في الخبرة. وانا عايزة اقول حاجة بسيطة جدا، انا بقالي تقريبا 22 سنة بشتغل مع municipal government، مع city of Toronto. اول شغلانة اخدتها في الحكومة قعدت 6 شهور internship، يعني انا ما كنتش بتقاضى اي اجر، كنت بعمل نفس الشغل اللي بيعمله جنبي وبياخد سالري عليه، لكن انا كنت ببقى شادوينج دم وبشتغل وبنتج وبعمل اوراق، وده مجال الانترنشيب والفولنتيرنج مجال بيفتح للسادة المهاجرين. انه بعد كده my manager he believed in me, he was a great guy, he believed in me، بص في رزمي، بص في شغلي قبل ما الانترنشيب تخلص بشهر، كان بيقول لي السي بي ده وابتدي دوري، حطي سي في كده، اعملي كده، بياخدني مع الميتينجز، بيعلمني ازاي اعمل الحاجه، let's expose you. I was lucky with the manager، قال لي قدمي 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 على الشغل، وبالفعل ابتديت اقدم في الفتره دي قبل ما اسيب. ففولنتير يا جماعه، وحاولوا تقضوا مثلا 6 شهور 3 شهور فولنتيرنج، هتفيدكم ان شاء الله. شكرا كثير دكتوره، والشيء باسم كنار تي في بشكرك شكر جزيل، بقول لك كل عام وانت بخير، بشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا، بقول لهم كل عام وانتم بالف خير. غدا حيكون عندنا حلقتين متميزتين، الحلقه الاولى اللي هي مع الساعه 7 في جمال الحياه مع ريم، حنتكلم او طريقك الى السعاده مع ريم، نتكلم عن الرياضه وهذا شيء مهم، والتغذيه في السعادة. والساعة 9 غدا حيكون عندنا حلقة مميزة بمناسبة عيد الأضحى في مقهى كنار تي في، تابوها، حلقة هتكون رائعة. نراكم إن شاء الله غدا، تصبحون على خير، كل سنة طيبين.